سقوط مفاجئ تعرض له المرشح البارز في انتخابات الجمعية الوطنية الباكستانية عمران خان خلال عملية نقله إلى منصة عبر رافعة آلية شرقية لاهور، حيث كان يعتزم إلقاء كلمته أمام أنصاره أثناء تجمع يسبق الانتخابات بأربعة أيام. وقد أصيب خان بجروح في رأسه جراء السقوط بعد أن فقد توازنه وحراسه الشخصيين، وتم نقله إلى المستشفى وهو يقول: لقد كافحت من أجل باكستان طوال حياتي وقمت بكل ما استطعت القيام به. أريد منكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الآن إذا كنتم تريدون تغيير حياتكم. ولا يتوقع من خان الذي يتزعم حركة إنصاف أن يفوز بانتخابات 11 من مايو، ولكنه يمكن أن يكون شريكا مهما في أي تحالف حكومي.